ربما نفكركم وقيل نسيتوا بأن سكان وجدة وضواحيها كلهم كانوا عايشين من خيرة الجزائر، ياك السكر والزيت العافية واللحظة والسميد والفارينة والحليب الأطفال والتمر كلهم كانوا ديال الجزائر، تدخل عندكم للزريبة وتبيعوها في السوق سيدي عبد الوهاب في وجدة، وكامل الناس من جميع أنحاء الزريبة كيجيو يتقداو من تما ويديو سلعة الجزائر. كتنكروا هاد الشيء يا الكلاب؟ أنا نعقل مزيان وكل شيء كنت نشوفه بعينيا، حتى الدجاج اللي كان يتباع عند الجزارة ديال الجزائر يجي شي قرد فيكم يقول لي يا راك تكذب. طوابير نتوما اللي كبرتوا عليها ومولفين بها، تعاير الجزائر بطوابير على السميد. كاش نهار سمعتوا في الجزائر ماتوا فيها الناس على جال السميد؟ لا عمرها ما شرات. ايوا في الزريبة عندكم يا العياشة ماتوا ناس بسبب الطوابير على السميد، وكي نهضروا رانا نهضروا بالدليل. حتى السبيطار في بلادكم كديروا عليه الطوابير. ايوا هادي في الجزائر ما كايناش، تمرض تمشي للسبيطار تعالج في اي وقت، معزز مكرم ومجانا، اكدوا لي على مجانا بلا فلوس. السبيطار في الجزائر خدام 24 ساعة على 24 ساعة، انتوما لا، السبيطار كديروا عليه الطوابير وتزيدوا تدفعوا الفلوس. المرأة عندكم حتى باش تولد في السبيطار الحكومي خاصها تدفع 3000 درهم، وإذا ما دفعتش الفلوس يخليوها تولد في الشارع عادي، ما عندكم حتى مشكل. ايوا في الجزائر اخويا لا ما كايناش هادي، المرأة في الجزائر كتولد فابور تدفع واحد المبلغ رسمي اللي هو 100 دينار 5 دراهم ودخلي للسبيطار تولدي، حتى واحد ما يوقف لك في الطريق. نزيدكم العياشة مازال ما كملناش، السكن في الجزائر مجاني، من حق كل جزائري يدي سكن اجتماعي مجانا او يعطوه قطعة ارض ويزيدوه دعم مادي اللي هو 100 مليون سنتيم اللي هي 50,000 درهم 5 ملايين مغربية. يقول لي يا العياش عندك هادي انت في بلادك؟ ما عندكش، حتى ولو تنعس ما غاديش تشوفها في الاحلام دياولك. نزيدكم التدريس في الجزائر مجاني، واليتامى والاطفال المطلقات اللي كيقراو في المدارس الدوله هي اللي كتعطيهم واحد المبلغ رمزي، وتعطيهم الادوات وتعطيهم المحفظه وتعطيهم الطابليه وتعطيهم الكتب، كل شيء فابور. هادي ما عندكمش في هذيك الزريبه، نتوما كتقراو بالفلوس، وحتى الطلبه الجامعيين في الجزائر الدوله كتخلصهم والنوم والاقامه الجامعيه والاكل مجانا. هادي في زريبتكم ما كايناش، الطالب الجامعي عندكم كيقرا بالفلوس والاقامه بالفلوس والاكل بالفلوس، فرق كبير يا العياش. كملنا من هاد القضيه نمشيو لحاجه اخرى واللي هي مهمه. قولوا لي يا العياشه ممكن تجاوبوني وتقولوا لي شعال عندكم من مغربي كيعيش في اسرائيل؟ ربما ما عارفينش العدد، انا نقول لكم. هل تعلم ايها العياش المكبوت ان اسرائيل يوجد فيها تقريب مليون مغربي كيعيشوا فيها تما؟ اكبر جاليه في اسرائيل هما جاليه المغربيه، ومنهم الكثير كيخدموا جنود في الجيش الصهيوني وكيقتلوا الفلسطينيين. ممكن تعطونا الا كان شي جزائريين لاجئين في اسرائيل؟ ما غاديش تلقاو، مستحيل. اذا يا العياشه شكون هما اللي رخاصوا مكبوتين ومنعدمين الشرف، نتوما ولا الجزائريين؟ جاوبوني يا الصنادل الصهاينه، ما غاديش تلقاو الجواب، عارفكم كتحكمكم البكمه كي تسمعوا هاد الاسئله هادي. نزيدكم يا الشعب التعاسه، شكون اللي كيدفعوا عيالاتهم يخدموا الفلاحه بالمئات عند السبنيول ويحرجعوا لهم بحال البهايم ويزيدوا عادي ينهشوا اللحم ديالهم؟ واش الجزائر كيدفعوا بناتهم لهاد الشيء؟ مستحيل، ما يديروهاش الجزائريين هادي، ما يرضاوش. ايوا نتوما عندكم هاد الشيء عادي وكتفتخروا به. نزيدكم كاش نهار شفتو جزائري كيصور اختو ومراتو عريانه ويفتح لها قناه الروتيني اليومي باش تجيب له الفلوس؟ مستحيل. نتوما عندكم الروتيني اليومي ولات مهنه شريفه، تقريب كل دار في الزريبه الا وعندها قناه روتيني اليومي، اكثر من مليون قناه مغربيه مخصصه غير العرف اليوتيوب،
والاعلام ديالكم الخامج هو اللي كيروج لهم هاد الشيء ويدير لهم الاشهارات وياخذ منهم الفلوس، والدوله ديالكم كتاخذ منهم الضريبه. يعني الروتين اليومي حتى هو ولا كيساهم في انعاش اقتصاد البلاد. يلا يا تريكه العرب، قولوا لي فاش نتوما احسن من الجزائر؟ اتحداكم تعطوني غير حاجه واحده فقط تثبت بانكم افضل من الجزائر. وانا راني عطيتكم غير بعض الاشياء فقط اللي موجوده عند الجزائر عمركم ما تحلموا بها في بلادكم. اما اذا بديت نحكي لكم على الاشياء اللي موجوده في الجزائر خاصني فيديو نديرو فيه نهار كامل وما يكملش. وهذيك الطوابير اللي كتهضروا عليها راها موجوده عندكم في كل مكان، ما تبقاوش تحاولوا تستروا عيوبكم وتنسبوه للجزائر. انا نفضح باباكم الحلوف، غير بردوا على ريسانكو.